السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد شغال على نفسه وركس في بعض الوقت، انت بتغير في اشكال القوائم، تعدل فيها زي ما انت عايز، فممكن تكون محتاج ان انت تتجه لشكل معين، او انت متعود على شكل معين او تسرح شكل معين. فهنروح هنا لفيو، ولا عندي حاجة اسمها ورك سبيس. هتلاقي هنا الويندوز تقدر تظهر وتخفي اي حاجة انت محتاجها. يعني ممكن تقول له مثلا عايز اظهر التايم لينير اللي هو ده هنا، عايز اظهر مثلا الريندر بالشكل دوت، فانت متعود ان انت تشتغل بالاتنين دول مثلا، تمام. طيب يبقى انت ممكن تقول له سيف ورك سبيس، وهنسميها مثلا اكس سيف. في اي لحظه ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف مثلا النفس ورك ستاندرد، هيقفل ويفتح لك الستاندرد اللي موجود. ممكن تقول له انا عايز احمل الاكس، او عايز احمل اي شكل منهم، هتظهر على الشكل اللي انت متعود عليه. ممكن تقول له مور ورك سبيس وتحمل ملف يكون اكس ام ال، يكون فيه الترتيب بتاع النوافذ.